اسمك وعمرك وشغلك اشو احد احقق منها هذه الفرصه. عليك عليك. مين هذا؟ بعدين يلا عرفين عنك. الاسم ايه، المواليد 1908. ايه شنو اذكرين؟ ايه مسلم هاني. اوكي. المواليد 1998. تحصيلي الدراسي بكالوريوس محاسبه. سكنت بغداد. سكنت بغداد المنصور. محاسبه زين يعني خوش يعني اكو فلوسك. يلا احكي لنا ليش قدمتي للمسابقه وشو احب جمال المراه العراقيه. اي كوني اني جميله اكيد فاحب الجمال فحبيت انه اشارك هاي تكون فكره حتى اذا ما فزت انا المهم قدمت شاركتها. حلو. زين ليش تقول اني جميله؟ يعني حسيت انه في يوم من الايام تعرضتي الى تنمر فصرت تصرين على انه انت جميله يعني تبرزين الشيء اللي حلو اللي بيك؟ أنا ما حد تنمر علي بس أنا يعني دائما كمجتمع الآني بي إنه أنا أعرف نفسي جميلة وهم ينطوني ثقة زيادة إنه أنا حلوة فإنه صارت الثقة عندي فول. يلا جيد حلو. اليوم بعد هاي ما فول هسه صارت هاشتاج فول. يوم فول. أنت أكتب على السوشيال ميديا؟ لا لا مو أكتب. زين ده تشوفين انت التعليقات مثلا او نظره المجتمع على السوشيال ميديا اكثر شيء احنا نشوفها. نعم. على هاي المسابقه او على الشهره شنو راح تكون تاثيرها عليك؟ انت حاسبه هيك حسابات ولا لا؟ اي اوكي انا ما يهمني كلام الناس السلبي، احب الكلام الناس الايجابي. يعني لو ما هذا الثقه الاني بيها ما اجي اوقف هنا. هاي نرجع هاشتاج فول. فول ثقه موفقه. تسلمين. شكرا جزيلا.